السلام عليكم. اليوم تسكر باب الترشحات للجامعة التونسية كرة قدم، وفما ثلاثة قوائم كانت تقدموا بالترشح. القائمة الأولى اللي هي قائمة السيد جلال تقية، القائمة الثانية اللي هي قائمة السيد زيادة لبساني، والقائمة الثالثة اللي هي قائمة السيد محمد واصف إجلي. الثلاثة قائمات هذم عندنا ما نحكيها عليهم، وباش نبديو الرأي متاعنا، وباش نعطيو أماه اللي نشوفوه الأقرب إنه يكون هو الرئيس اللي خلينا نقولوا باش يصلح واقع كرة القدم التونسية بعد السنوات الجفاف اللي شفناهم، بعد الفشل الرياضي خاصة. ولهنا نحب ننوه على نقطة إنه فما فرق ما بين الفشل الرياضي والفشل الإداري. الفشل الرياضي إنك تهز كوب دافريك، الفشل الرياضي إنك تتعدى للدور الثاني من كأس العالم، وهذا فشل فيه المنظومة السابقة. نجيو توا نحكيو على قائمة جلال تقية، اللي بصراحة قائمة جلال تقية باش نحكي على بعض الأسماء. كما مثال الاسم الأولاني فما جلال تقية محمد هشام الذيب. السيد هذا هو في خطة نائب رئيس. نورمالمون نائب الرئيس يكون إكزومبلير، يكون إنسان تكون مثال، نسمعوه ويقتدى به، وحتى كي تصير الله لا يقدر حاجة للرئيس الفعلي اوتوماتيكمون باش تلقى نائب الرئيس يكون كفء انه باش يشد رئاسة الجامعة التونسية لكرة القدم. السيد هذا هو الساعة تابع للمنظومة القديمة. يقول المنظومة القديمة هي منظومة وديع الجري. السيد هذا اللي هو المحامي متاع وديع الجري، واللي كان في كل مرة وقت اللي يستجوبوه ويعيطوله يمشي يصير المحامي هذايا باش يدافع على وديع الجري. دونك هذايا بالنسبة لنا نقطة استفهام. النقطة المذيئة في القائمة متاعو يمكن شفيق جرية اللي هو السيد تبيب، وإنسان نظيف ومشهود له بالنظافة. مي بصراحة القائمة هذه ما عنديش عليها حتى هكا حاجة باش تخليني راني نقول حاجة باهية. من الاخر راه تحب ولا تكره هذيك الحقيقة، السيد جلال تقية في حد ذاته ما يتفكر كان الانتخابات باش يجي يوري وجهه، وين قبل في التسيير ماهوش موجود. دونك القائمة هذه بالنسبة لنا إليميني، ما تنسبكش تحكي عليها وما تنسبكش أصلا تخمم فيها من أصله. القائمة الثانية هي قائمة زياد التلمساني، اللي تقريبا معناها برشا ناس تقول اليوم زياد التلمساني هو الأجدر اللي باش يكون هو رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم في قدم السنوات منذ 4 سنين. باه فما ناس تجيك اليوم تقول لك لا، زياد التلمساني ما نجمش يكون هو رئيس القائمة، ولا خلينا نقول رئيس الجامعة المستقبلي بحكم انتمائه للترجي هذه التونسي. واللوبانة هذه سمعناها برشا، دارت في الإعلام، الدور حتى في الأوساط الرياضية، الدور حتى بين الجمعيات. لكن أنا في النقطة هذه نحب نعطي رأي، باش نقول اسكو الترجي هذه التونسي قبل ما يجي زياد التلمساني هذا إذا شد، معناها الترجي ما كانش تهز في التيتروات، الترجي ما كانش تهز في البطولات، ما كانش تعمل في حتى إنجازات رياضية، كانت تستنى باش يتعين رئيس جامعة ينتمي للترجي هذا التونسي باش هي تهز تيتر. ترا قولوا الكلام هذا، أكيد الكلام هذا غلط، أكيد ما هوش صحيح. دونك من غير ما نقعد ونتزايدوا على الناس ونبديو نحكيو في حكايات ما عندها حتى معنى. دونك انه هو ينتمي للترجي هذا التونسي ما ينجمش يكون رئيس جامعة، هذه غلطة. خلينا الساعة نكملوا مع الأسماء وتو نكملوا بالملاحظات. فما بلال الفضيلي نائب رئيس، هذا إنسان مشهود له بالكفاءة وإنسان نظيف وما نجموش نشكوا فيه، كما ما نجموش نشكوا في زياد التلمساني، لكن عندي عليه بعض الملاحظات تتسمعوها إن شاء الله. فما لطفي الخميري، فما فاطمة الفوراتي، إنسانة مشهودة لها زادة كيف كيف بالكفاءة وإنسانة نظيفة، ومعناها تسمع عليها كاليزيكو الباهين. خالد بدرة وفوزي الرويسي ورياض البوعزيزي وموجود خالد فاضل. النقطة هذه الساعة نحب في غاية الأهمية نحب نحكي عليها، هي كونه لوبانة اللي سيد لعب كرة قدم معناها ينجم يسير في دواليب الجامعة التونسية كرة القدم وينجم يكون هو مسؤول على المنتخب الوطني التونسي، هذه راهي غلط، راهو مفهوم غلط. والله إذا كان باش تحطوا جوارات هذه ماهيش في قائمة، ماهيش في قائمة باش تترسح يكونوا هما أعضاء لجامعة التونسية لكرة القدم، هما يكونوا مسؤولين، ولا خلينا نقولوا يكونوا هما في إطارات الفنية. وقتها نعطيك وذني، وقتها نقولوا الإدارة الفنية هي اللي باش تجيب الملاعبية، هي اللي باش تجيب المدرب. نجيو للقائمة الثالثة اللي هي قائمة السيد وصف جلايل. بأول حاجة اللي شد انتباهي في القائمة هذية هو كونه فما ثلاثة رؤساء، ولا خلينا نقولوا ثلاثة رؤساء في قائمة، معناها فما زوز كانوا عاملوا قائمات حبوا هما يترشحوا رئاسة جامعة التونسية لكرة القدم
في الانتخابات الأولى اللي صارت تقريبا في مارس، اللي هو ماهر بن عيسى اللي كان رئيس مستقبل رياضي بالمرسى والناس كل تشهد له بالكفاءة وتشهد له بالنظافة خاصة، هذه حاجة ما نجموش ننكرها في الشخص. والشخص الثالث اللي هو وسام الطيف، اللي سيد هذا خلنا نتذكره ساعة في الحادثة الشهيرة، جابوه حتى وصلوا جابوا في بلاتوات جابوا شيطنوا فيه الراجل، يا ولدي يردوه ما يتهزش من عرش دراشنو، في الراجل ما عنده حد شيء، في الراجل يخلص في 100 دينار ويدور من بلاصة لبلاصة. الساعة خلينا نذكره بالسيد هذا هو شكونه، اللي كان هو رئيس رابطة، ورانا كي نقولوا رئيس رابطة إنسان ولد الميدان ويمشي وساقيه تحفة ويدور ويمشي للتيرانات ويعرف شنو مشاكل الأندية ويحاول انه باش يطور فيهم وباش يفضلهم المشاكل نتاعهم. ولينا تتنصب البلاتوات لسب الناس لشتم الناس خاطروا انسان نظيف، خاطروا انسان خدام، خاطروا انسان يرضى باش يدور من بلاصه لبلاصه ومن تيران لتيران. والناس اللي تتفرج فيها اكيد راهو في حومها وتعرف اللي عندهم تيرانات مازالوا كيتعاملوا طرطون، وفما حتى تيرانات مازالوا التوا بالتراب، وفما جمعيات موجوده في السانكيام ديفيزيون في الكاتريام ديفيزيون ولا حسيب ولا رقيب، وفما حتى واحد يتلفت لهم. لكن الشخص هذا للامانه اللي هو قاعد يدور من تيران لتيران باش يحسن في ظروف الجمعيات اللي هي في الاخر بالكل هي المتنفس الوحيد للناس في حومها. فما ناس اليوم تلقاه ما نعرفش انا يحب يخرج يحب يعمل جو يحب يتفرهد يمشي يكور في جمعيته. دونك السيدة دي ما نجموش نقسيوه ونقولوا عليه كلام خايب. فما زاد كيف كيف ريم البجاوي، فما خميس الحمزاوي اللي سيد هذايا يعتبر خلينا نقولوا برشا جمعيات في المدام تاع وديع الجاري تظلمت وحست رواحها هكا، معناها كي نقولوا احنا تسلطت عليه برشا ضغوطات، لكن السيد هذا هو اللي جاب لهم حقهم وهو اللي يوصل الاصوات نتاعهم. فما محمد جلايل، فما محمد فاضل بن حمزه اللي السيد هذا كان وصل رئيس نتاع النادي الرياضي بحميم الانف، فما انيس البيجي اللي خدم في الملعب التونسي، فما زياد المسعودي، فما علي الزيتوني، ولو اني على الزيتوني هذايا جابوه على العينين، عرفتك يسمعوا فما العبيد تب تحكي وتقول لك ليه ونجيبوا الملاعبيه ونجيبوا الملاعبيه هما اللي باش يحققوا الاهداف نتاع المنتخب التونسي ولازم تكون اونسيان جوار وكل الكلام هذاك، وكجابوا واحد باش يطيروا به العين. فما زاد كيف كيف رضا السلامي. دونك القائمه هذه الحقيقه مانيش باش نكونوا قاسين على خاطر كل انسان ياخو حقه. بالنسبه لوصف جليل اللي هو راه صحيح راك تنجم تحكي عليه تقول هو تبع المنظومه السابقه، نجم تحكي عليه تقول هو راه كان تابع لوديع الجاري، لكن انا نحب نسالك مجموعه من الاسئله. اسكو السيد هذا كي شد الجامعه التونسيه كره القدم وليت الامور عنده شنو الحاجات اللي صلحها؟ اول حاجه قطاع التحكيم جاب له ناجي جويني اول حاجه، وناجي جويني في شخصه رانا مانيش باش ننكرو اللي كونه هو انسان نظيف وانسان نزيه، لكن في التعيينات نتاعو ولا خلينا نقولوا الناس اللي تخدم معاه هما اللي خليوها في مشاكل واللي صارت له برشا مشاكل مع الترجي التونسي مع النادي الافريقي مع النجم الرياضي الساحلي. لكن كان زاهد نجي جويني ما يشك فيها حتى واحد، حط لك مدير فني كفء وخلينا نقولوا هو اللي لاهي بالمنتخب الوطني التونسي اللي هو بالحسن ملوش، وحتى انسان اليوم ما ينجم يشكك في قيمه بالحسن ملوش انه ينجم يقدم الاضافه للمنتخب الوطني التونسي. وحاجه اخرى زاد نحب نسوقها بكل احتراز خاطر الحاجه دي انا نعرفها ومانيش باش نزيد ومانيش باش نقول ليه وما فهماش ليه موجوده، اللي كونه فما ناس تظلمت من وديع الجري ومن منظومه وديع الجري مشات تظلمت للسيد وصف جليل وهو فضلها المشاكل نتاعها، واللي يستحق حاجه اعطاها له، واللي كان معناها محروم من حاجه رجعها له باش كل انسان ياخو حقه. اليوم وصف جليل باش تسميه على منظومه الفساد وعلى منظومه وديع الجري راهي هذه الحقيقه ما هيش صحيحه، لانه اليوم راك تنجم تخدم مع اي انسان، تنجم تخدم مع جروب يكونوا هما من عارفش انا الراس الكبيره تكون فاسده وتكون هي تمشي في حاجات ما تجيش، لكن مش معناها باش نجي نحكم على الناس الكل نقول لهم ليه انتم الكل فاسدين وما تنجموش تشدوا في الفيديراسيون وبيكم وعليكم. فما ناس خلينا نكونوا واضحين كانوا قبل مع منظومه وديع الجري وكانوا هما اليد اليمنى نتاع وديع الجري مشاو على رواحهم وما همش موجودين في القائمه نتاع السيد وصف جليل. دونك لهنا ما نجمو كان نقولوا هذه كلمة الحق ما بين القائمة الكل. تو نرجعوا نعطيو باللي ديتاي وتو نحكيو على راينا خاصة في أماه الأنسب اللي باش يكون هو الرئيس القادم للجامعة التونسية لكرة القدم، ونذكروا الأوبجيكتيف نتاعنا أنه ننهضوا بالكرة نتاعنا مش باش نجيبوا إنسان يمشي
حال الجمعيات نجيبوا هذا يمشي حال الكلوب، نجيبوا هذا يمشي حال الستاد، نجيبوا هذا يمشي حال ما نعرفش شكون، وكل الكلام هذاك الكل اللي ما يفيد حتى شيء لكرة القدم التونسية. ميرسي بوكو على المشاهدة، يعطيكم الصحة، نتلقاو في فيديو جديد.